الحضور ديالنا اليوم لبني ملال للمشاركة في هذه الوقفة الوطنية كان بناء على قرار ديال المكتب التنفيذي للنقابة. هذا القرار وهذا المشاركة اللي كيندرجوا في سياق يعني الموقف المبدئي والثابت ديال النقابة لرفض الرفض القاطع والرفض التام لشرط الولوج للمحاكم بالإدلاء بالجواز الصحي. هذا المشكل اللي نتج على الدورية الثلاثية اللي كانت صدرات على رئاسة النيابة العامة والرئيس السيد رئيس المنتدى بالمجلس على السلطة القضائية ووزير العدل، واللي يعني المحامون في عبر ربوع المملكة وعلى امتداد الهيئات ال 17 في خريطه المغرب خاضوا اشكال نضاليه واشكال احتجاجيه للتصدي لها ولرفض لامتثال مقتضياتها. كانت مع من يعني الامور الغريبه هو انه كانت تسويه ديال هذا المشكل تقريبا على مستوى 16 هيئه، في حين ان بني ملال المستوى المحكمات الاستئناف ديال بني ملال مع الاسف مازال هناك الاصرار على المنع ولوج المحاميات والمحامين لاداء مهامهم، وكان محكمه الاستئناف بني ملال تقع خارج المغرب وخارج هذا المنطق ديال التوافقات اللي تمات على مستوى المكتب الجمعيات هيئه المحامين بالمغرب والمسؤولين القضائيين. وبالتالي فالحضور ديالنا اليوم هو الحضور كيندرج في اطار التضامن لا مشروط والتضامن المطلق مع الزميلات والزملاء في هيئة بني ملال. ومن خلال هذه الوقفة كنبغيو نأكدوا على أنه هذه الدورية والنظمون ديالها راه فعلا هو راه مازال كنأكدوا على أنه غير قانوني وخص رفع الحظر ورفع المنع على الزميلات والزملاء في بني ملال باش يرجعوا لمزاولة المهام ديالهم. هذا الإيقاف المهام اللي كتضرر منه بشكل مباشر الحقوق والمصالح ديال المتقاضين وديال المرتفقين اللي كيترددوا على المحاكم. جينا اليوم لمدينة بني ملال تضامنا مع زملائنا بهيئة بني ملال اللي باقي كيطالهم لمنع الولوج للمحاكم بسبب الدورية الثلاثية التي كانت صادرة عن الجهات المعلومة بأنهم كانوا مانعين الزملاء من الولوج للمحاكم، وكان الولوج ديالهم متوقف على الإدلاء ديالهم بجواز تلقيح، وتم تسوية الأمر بطريقة أخرى بالنسبة للهيئات الأخرى، إلا أن مدينة بني ملال كانت فاجئة وهما هي الهيئة تقريبا الوحيدة اللي بقات صامدة لمدة حاليا شهر وهم ممنوعين من الولوج للمحاكم. وكان هذا مدعى أننا نتضامنوا مع الزملاء ديالنا، وكيف كتشوفوا اليوم أنهم حجوا الزملاء من كل الهيئات يعني من شمال المغرب وجنوبه تضامنوا مع زملائهم لرفع هذا الحيف اللي طالهم، لأن هذا الإلزامية للإدلاء بجواز التلقيح هي غير ماشي قانونية، وحنا ناس ديال القانون واللي كنمارسوا القانون يوميا، فكان علينا ولا بد اننا نبعثوا رسائل على اساس ان هذا الشيء ماشي قانوني وما يمكنلوش يمر علينا هكاك. وحنا كناكدوا اننا كناكدوا التضامن ديالنا مع الزملاء ديالنا في هيئه بني ملال، وكنحييهم بانهم صمدوا في وجه هاد الدوريه الثلاثيه اللي غير قانونيه، رغم كنعرفوا الظروف ديال المحامي ان الله يحسن العوان مده شهر وهو واقف على ممارسه المهام ديالو وعنده التزامات اخرى وعنده كذا، ورغم ذلك ما انه من الناس اللي كيطبقوا القانون بقي صامدا ليقول ان هذا غير قانوني وان هذا الشيء اللي كيتمارس هو غير قانوني، وغنزيدوا ناكدوا انه غير قانوني. وتحيه عاليه لهيئه بني ملال.